أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا في إطار دروس مادة الفرنسية للمستوى الرابع، غنشوفوا الدرس الأول غرامير يونيتي 1 اللي هو لا فراز. إذا غنشوفوا بطريقة تمارين مع الحل أجي نتعلمو. إذا لنبدأ التمارين. السؤال الأول، كيس كون فراز؟ اذا قبل ما نبداو التمارين نتعرفوا على القاعده ونعرفوا شناهي الفراز. اذا 10 ثواني للتفكير. اذا كيس كون فراز؟ اون فراز اي ان غروب دو مو كي فورم ان سانس كومبلي. جو ريبيت، اي ان غروب دو مو كي فورم ان سانس كومبلي. إذا شناهي لا فراز؟ هي مجموعة ديال الكلمات اللي كتكون يعني في التركيب ديالها معنى، كيكون عندها معنى، يعني شي حاجة مفهومة. إذا ماشي غنجي نركب كلمة مع كلمة وما تعطيني حتى معنى ونقول اون فراز. شناهي اون فراز؟ هي مجموعة ديال الكلمات ما كنركبها كتعطيني معنى، ان سونس، شي حاجة مفهومة. إذا اون باس على كيسيون دو. إذا السؤال الثاني، إذا بالنسبة للسؤال الثاني نبداو التمارين. جو باغ لي فراز كي نو با دو سونس. إذا هنا اشنو مطلوب منا؟ أن يشطب على الكلمات اللي ما عندهمش معنى، يعني ما كيتسموش فراز. لا اي ماروك دو رابا كابيتال. لا ميزيك اندالوس اي تري انسيان. لا كويزين ماروكان اي كونو دون لو موند انتيي. لا سيليبر صحراوي دانس ماروكان قدرا اون. اذا حاولوا تفكروا وحاولوا تشطبوا على الكلمات اللي ما عندهمش معنى. اذا 10 ثواني للتفكير. اذا كما قلنا لا فراز خاصها تكون عندها معنى، في تركيب الكلمه ديالها كيكون عندهم معنى. اذا شنو هما لي فراز اللي خصني نشطب عليهم؟ نبداو بلا فراز ديال لا اي ماروك دو رابا كابيتال. باش نقول فراز خاص يكون عندي واحد سوجي من بعد فعل من بعد واحد الكومبليمون. هنا بادين بلا اي ماروك، يعني ركبت هاد الجمله ما عندهم والو. مغرب، غابه، رباط، عاصمه، اذا ما مفهوماش. اذا غنشطب على هاد الجمله الاولى. نمشيو الجمله الثانيه، لا ميوزيك اندالوس اي تري انسيان. اذا عندنا لا ميوزيك سوجي، اندالوس الفعل، اي تري انسيان الموسيقى الاندلسيه. اذا اي تري انسيان يعني قديمه. اذا هذه معنى عندها، هذه فراز يعني عندها معنى ما غنشطبش عليها. نمشيو الجمله الثالثه، لا كويزين ماروكان اي كونو دون لو موند انتيي. اذا شنو هنا؟ قال لك المطبخ المغربي معروف في يعني العالم كامل. اذا هنا لا كويزين سوجي فعل، اذا و اذا كومبليمون. اذا هذه جمله مفهومه ما غنشطبش عليها. نمشيو الجمله الرابعه، لا سالير صحراوي دونس ماروكان قدرا اون. اذا هذه قلت الكلمات ما عندهم والو، مشهور الصحراء، الرقص مغربي، قدرا، اذا حتى حاجه مفهومه. اذا حتى هذه الجمله الرابعه غنشطب عليها. اذا الجمله الاولى والجمله الرابعه عفوا، اذا الجمله الاولى والجمله الرابعه ما عندهمش معنى، اذا غنشطب عليهم. اون باس على كيسيون سويفونت. اذا السؤال الثالث، اذا بالنسبه للسؤال الثالث، جانديك لو نوم دي فراز دون لو تيكست سويفون. اذا هنا نحدد شحال عندي من جمله. الجمله باش كنعرفها كتبدا ماجيسكول وكتالي بياش بالنقطه او اي بوان، اما بوان دانتيروغاسيون ولا ديكلاماسيون، علامه استفهام او تعجب. اذا حاولوا تشوفوا هاد لو تيكست وحاولوا تحددوا شحال من جمله فيه. جو سوي دو لا ريجيون دو فاس مكناس. سي دو فيل ابريت بوكو دي مونيمون هيستوريك. Elles sont connues aussi pour l'artisanat et la musique. إذا حاولوا تفكروا وشحال من فراز كاينه في هذا التكست. إذا أنا من قرية فاس مكناس. هاد المدن إذا فيهم بزاف ديال المآتم التاريخية معروفين بالارتيزانات إي لا ميزيك. إذا شحال من فراز كاينين؟ ثلاثة. إذا نحاول نحددوهم. إذا جو سوي ها لا فراز الأولى بادية من هنا، ها النقطة، ها واحد. سي دو فيل ها لا فراز الثانية بادية من سي دو فيل تا النقطة تا الإستوريك ها الثانية. لا فراز الثالثة بادية من إل وحنا نقراو تا النقطة تا الميزيك. إذا عندنا كومبيان دو فراز؟ trois phrases. On passe à la question suivante. Question 4. السؤال الرابع. Je remets en ordre
les mots pour obtenir une phrase correcte. إذن نحاولوا نرتبوا هذه الكلمات باش نحصل على جملة صحيحة يعني عندها معنى عندنا de leur région les enfants parlent. إذن حاولوا تركبوا الجملة. إذن أول حاجة كما كنقول لكم ديما تركيب جملة فاعل سوجي verb فعل من بعد complement. إذن كيفاش نركبوا هذه الكلمات باش نحصل على جملة؟ إذن الجواب الصحيح إذن les enfants parlent de leur région. Les enfants parlent de leur région. Les enfants sujet parlent fait de leur région. إذن الأطفال يتحدثون عن مناطقهم. إذن كون جملة مفيدة عند معنى. On passe à la question suivante 5. إذن السؤال الخامس. Je remets en ordre les mots pour obtenir une phrase correcte. نفس السؤال. نحاول نرتب هذه الكلمات باش نحصلوا على جملة مفيدة. إذا نحاول نفكروا. إذا دائما سوجي نبدأ به. من بعد نقلب على الفعل اللي هو الفيرب. من بعد كومبليمون مكمل الجملة بحال مفعول به في العربية كسلا. إذا الجواب صحيح. La tour Hassan se trouve à Rabat. La tour Hassan se trouve à Rabat. صومعة حسان توجد في الرباط. إذن كنا جملة مفيدة. On passe à la question suivante. 6. السؤال السادس. Je remets en ordre les mots pour obtenir des phrases correctes. إذن نحاول نركب الكلمات باش نحصل على جملة مفيدة. Une phrase correcte. Très ancienne. Et une ville. صويرة. إذن حاولوا تفكروا أو عملوا بوز تتجاوبوا من بعد شوفوا التصحيح. إذن الجواب très ancienne. Et ديما سوجي. إذن مش عندها. إذن الجواب صويرة. Une ville ancienne. صويرة اوتين فيل انسيان يعني صويرة مدينة قديمة. ركبنا جملة مفيدة. très bien. On passe à la question suivante. 7. السؤال السابع. Je recopie la phrase et je remplace les majuscules et les points. إذن شنو مطلوب منا؟ أنني نعاود نكتب الجملة ولكن بطريقة صحيحة يعني نعرف فين كاين الماجوسكول وفين كاين النقطة. إذا اللي خصكم تعرفوا كمعلومة أن الجملة دائما تبتدي ماجيسكول يعني حرف كبير وكتالي بالنقطة. هذه هي لفراز. كيفاش كنحددها؟ جو ريبيت لفراز مجموعة كلمات اللي كتعطينا معنى باش كتبدا ماجيسكول حرف كبير وكتالي بنقطة. إذا حاولوا تعودوا إذا الجملة في الدفتر بطريقة صحيحة. 10 ثواني. إذا notre pays conserve les vestiges des plus grandes civilisations. يعني البلد ديالنا كتحافظ على اكبر يعني حضارات. اذا كيفاش غنعاودوا هذه الجمله؟ اول حاجه هنا ان كاتبينها مينيسكول اذا خصك تكتبها حرف كبير. اذا notre pays conserve les vestiges des plus grandes civilisations. اذا باش خاصني نسالي خصني نسالي بالنقطه ديجا هنايا. اذا خصني هنا اذا دا ماجيسكول ونسالي بالنقطه. اذا اون باس على كيسيون سويفونت. Question 8. السؤال الثامن. إذا بالنسبة للسؤال أو question 8. Je recopie la phrase et je remplace les majuscules et les points. نفس السؤال. نحاول نكتب الجملة ولكن بطريقة صحيحة. إذا نحاول تكتبوا الجملة بطريقة صحيحة في الدفتر. إذا كما كنقول دائما جملة تبتدئ majuscule وكالتالي point. إذا سواء إذن point. إذن هو الجواب صحيح. إذن اللي كاين عندنا هنا مينيسكول خاصني نسمى ماجيسكول. إذا خاصني نسمى في سو تروف دون لو سود دو بي اي باش خاصني نسالي الجملة ديالي خاصني نساليها بالنقطة. كنهضر على النقطة إما بوان عادية ولا بوان دانتيروغاسيون علامة استفهام أو بوان دكسلاماسيون علامة تعجب. إذن هنايا صحينا الجملة باش كنبدا ماجيسكول وكنسالي بالنقطة. إذن ما فيل مدينتي توجد في جنوب المغرب. ننتقل إلى السؤال التاسع. question 9. إذن بالنسبة سؤال 9.
Je remets en ordre les mots pour obtenir une phrase correcte. إذا نرتبوا هاد الكلمات باش نحصل على جملة مفيدة. حاولوا ترتبوا الكلمات. إذا فكروا أول حاجة ديما أعيد جملة. La phrase commence par sujet, après verbe, après complément. إذا باش تكون عندنا جملة صحيحة. إذا la voiture est en panne. إذا عندنا la voiture est en panne et هو الverb en panne. يعني la voiture يعني معطلة. يعني ولا عندها عطل. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. Question 10. إذا السؤال العاشر. Je remets en ordre les mots pour obtenir une phrase correcte. عندنا fin, c'est, la, vacances, des. أتحاولوا ترتبوا هذه الكلمات باش نحصلوا على جملة مفيدة. إذا 10 ثواني للتفكير. إذا حاولوا تكتبوا جملة صحيحة بعد شوفوا التصحيح واش عندكم صحيح ولا خطأ. وفي آخر الفيديو شوف شحال من سؤال جاوبتي عليه عندك صحيح. إذا الجواب c'est la fin des vacances. نهاية العطلة. إذن c'est la fin des vacances. Okay, c'est la fin des vacances. Très bien. دائما ما تنساوش في الفراز كنبداو ماجيسكول وكنسالي بالنقطة. إذن نتمنى لكم فوتكم. شكرا وإلى اللقاء. وكتبوا شحال من جواب عندكم صحيح من 10 أسئلة. إذن très bien. À la vidéo prochaine.